السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد General Review على الـ Computational Tools. المثال الأول معانا المثال الأول معانا بيقول A structure program contains a line of code shown in the box below. What is the value of y after the segment is executed؟ يعني هو في سيجمنت عبارة عن ست سطور، الكمبيوتر لما يجي ينفذ الست سطور دول القيمة الفاينل بتاعة الواي بكام؟ اتفقنا ان نوعية مسائل السيجمنت لما بنيجي نحلها اول حاجة بنعملها ان احنا بنرص السطور بتاعتنا بتاعة البرمجة في صورة تيبل. فهنقول هنا الواي بعدين البي، في بروسيس معادلة ان الواي بتساوي 3 تايمز البي، ناقص 6، بعدين الواي اكبر من بي، ده كونديشن. الواي اقل من بي، ده كونديشن تاني. الواي بتساوي بي، ده تالت سطر وتالت كونديشن واخر حاجة في البرنامج. تعالوا نحط الفاليو اللي هو عطيها لنا كستارت البرنامج، الواي باربعة والبي باربعة، يعني الواي في السطر التالت هتساوي 3 في 4 ناقص 6، الكلام ده هيطلع بيساوي 6. طيب الواي الجديدة بستة والبي عندي باربعة، يعني الواي اكبر من 6. يس، يعمل ايه؟ تعال نكمل سطور البرمجة بتاعتنا فوق. قلنا عند الكونديشن الاولاني واي هتساوي بي ناقص 2، الكونديشن التاني y هتساوي y زائد 2، y هتساوي b زائد 2. وفي الكيس ان y اكبر من b عوض في المعادلة دي، ولو ال y اقل من b عوض في المعادلة دي، ولو الواي بتساوي البي عوض في المعادلة دي زي ما هو عامل لي هنا. احنا عندنا واي اكبر من بي، بقى نعوض في المعادلة دي، يعني الواي هتساوي البي اللي هي باربعة ناقص اتنين هتساوي اتنين. تعالى ناخد قيمة واي والبي الجداد اللي هي اتنين، والبي باربعة هي هي في الكونديشن اللي هو السطر ده، اللي هو السطر الكام؟ الخامس. السطر الخامس هل ان البي اللي هي باربعة اكبر من الواي اللي هي باتنين؟ يس، البي اكبر من فين؟ اهي يس. يبقى هنعوض في المعادلة دي، يعني الواي هتساوي الواي اللي هي باتنين زائد اتنين، يعني بكام؟ باربعة. تمام، تعال نخش على السطر الأخير بقيمة الواي الجديدة ونشوف هل الكونديشن بتاع السطر الأخير هيتحقق ولا لأ. طلعت لنا احنا في آخر حاجة ان الواي باربعة والبي باربعة، يعني الواي بتساوي البي. والكونديشن بيقول واي بتساوي البي اهو في اخر سطر، يبقى يس. يبقى نطبق في انهي معادلة؟ نطبق في المعادلة الأخيرة دي اللي هي قصاد السطر، يبقى الواي هتساوي أربعة زائد اتنين، يعني بستة، وده الحل بتاعنا. نخش على مثال كمان.
السؤال ده نظري، هو ساعات بيجيب سؤال نظري في امتحان في الجزء اللي خاص بالكمبيوتيشنال، بيقول لي هنا what is which of the following terms is best defined as formula or set of steps for solving a particular problem. احنا اتفقنا ان هي الستيبس بتاعت solving a particular problem ديت اللي هي عبارة عن الفلو تشارت، ودي ليها اسم تاني اسمه وخليك حافظه الجوريزم او الخوارزمية، فده المسمى التاني للستيبس بتاعت حل بروبلم معينة باستخدام الكمبيوتر. مثال كمان، بيقول لي in typical spreadsheet program what cell is directly to the right of AB4. احنا اتفقنا وقلنا ان السبريد شيت الاعمدة بتاعته عبارة عن الحروف لغاية حرف Z، والسطور عبارة عن ارقام، تمام. هو بيسألني في السؤال دوت عند AB4، يعني سطر AB ادي الـ AB عند سطر 4 AB4، دي اسمها AB4. الرايت سيل دي اسمها ايه؟ اولا الرايت سيل هتبقى ايه من غير يعني، وانت عارف هتبقى 4 لان انت لسه واقف عند صف 4، تمام. طيب احنا محتاجين نعرف العمود، العمود ايه هيبقى عبارة عن ايه؟ ايه AB5، اولا دي غلط، تمام. طيب هيبقى AC4 ممكن، طب AC5 غلط، طب BC4 احنا لسه في حرف الـ A لان هو بيخش AB بعدين AC AD، يبقى ايه؟ AC4 هو الإجابة الصح بتاعتنا. وعشان تتأكد لو جيت بصيت في الإكسل بعد ما بيخلص الحروف الزد بيبتدي يخش في الـ AA بعدين AB AC، احنا بنتكلم على AC4 اللي هي دي، يبقى بعدها على اليمين احنا بنتكلم آسف على AB4، يبقى بعدها ايه؟ AC4، تمام. ناخد مثال بعد كده، how many individual spreadsheet cell are contained in the range C3 to J12. احنا اتفقنا برضو، بنعيد تاني، ان انا من عندي من A to Z. طب انا عايز من كولوم C لكولوم J، تمام. احنا اتفقنا من A لزد دول 26 حرف، من C لجي هيبقوا كام حرف؟ هنعدهم C D E F G H I J، يعني 8، يعني الكولوم 8. والسطور هو بيقول لي من سطر 3 لسطر 12، يعني اللي ما بينهم 10. يبقى معنى كده الرينج عبارة عن 8 في 10 ب 80. لو جينا برضو بصينا على الإكسل
عشان تدرب نفسك على الموضوع ده. انا عندي دي سيل C3 وعندي دي سيل G12 عشان تتخيل الموضوع. فأنا عندي الكولوم ده 1 2 3 4 5 6 7 8، وعندي ده 1 2 لايت هنا 10، يبقى الإجمالي 8 في 10 ب 80، 80 سيل في الرينج دوت. تمام، ناخد مثال كمان. المثال بيقول for the spreadsheet portion، الجزء ده من السبريد شيت بيقول لي ان الفورميلا دي موجودة في B2، يعني B2 بتساوي B1 plus دولار ساين ال A، واتفقنا يعني دولار ساين plus 1 times A2. طيب، وان ال ان هي اتعمل لها كوبي في B4، عايز الفاليو في B4 كام؟ طيب تعال نشوف B4 لو عملنا فيها كوبي هيبقى عبارة عن كام؟ هتبقى عبارة عن B3 صح؟ ما B2 B1 انا بقل 1، يبقى B4 B3 زائد دولار ساين الـ A زي ما هو، لان الدولار ساين بيعمل فيكسيشن للسطر والعمود لما يكون قبلهم في الـ A. الـ A هتتغير؟ لا، هتنزل A، بس هتبقى A كام؟ A4، يعني B2 A2 B4 A4. تعال نعوض الـ B3 فيها قيمة، خد بالك من الحتة دي، الـ B3 هنا زي ما هو موضح لك لا يوجد بها قيمة، يعني قيمتها بصفر، زائد دولار ساين الـ A1 3 في الـ A4 ب6 يعني ب18. لو غيرنا بس في التكست بتاعت رأس السؤال في المثال اللي جاي الناتج هيختلف تماما. هناخد المثال اهو ونشوف ايه اللي هيحصل. المثال بيقول هو بس جه قال لي ان هي copied in B2 and B3 and B4. معنى كده ايه؟ معنى كده ان هو عمل لها كوبي في B3 وبعدين عمل لها كوبي في B4، يعني اصبح هناك قيمة في B3. طب ايه اللي هيختلف معانا؟ تعالوا نحط المعادلة الاول. احنا قلنا ان ال B2 بتساوي B1 plus دولار ساين ال A دولار ساين الواحد تايمز A2، وإن ال B3 هتساوي ال B2 دولار ساين ال A دولار ساين الواحد تايمز ال A3، وإن ال B4 هتساوي ال B3 زائد دولار ساين الـ A دولار ساين الواحد تايمز الـ A4. تعال نعوض بالقيمة الأولانية، هتبقى عبارة عن ايه؟ B1 ب111 زائد 3 في A2 اللي هي بـ4، يعني الكلام ده ب123. طيب B3 B2 احنا جبنا قيمة الـ B2 هنعوض بيها ايه؟ 123 زائد دولار ساين الواحد اللي هي 3 في A3، الـ A3 عندنا بـ5 يعني بـ138.
البي 3 جبناها ب138 زائد دولار ساين اللي هي 1 3 في الاي 4، الاي 4 ب6، الكلام ده ب156 والناتج معانا 156. تعالوا ناخد مثال اخير ويبقى كده خلصنا مراجعة على الكمبيوتيشنال تولز. المثال بيقول ان البورشن سبريد شيت اللي هو عطيهاني ديت القيمة بتاعت الفورميلا دي موجودة في سيل C2، يعني C2 بتساوي B2 تايمز ال A دولار ساين ال 1. هو بيقول لي ان دي اتعمل لها كوبي في C4 و دي تقريبا غلطة في المسألة، المفروض دي D2 C4 و D2 لأن اهي واضحة هنا C4 اهي ودي D2. تمام. طيب عايز بقى الفاليو في C4 و D2 كام، يبقى تعالى نحط C4 الأول. هتبقى C4 عبارة عن ايه؟ هي اتعمل لها كوبي من هنا لهنا وكوبي من هنا لهنا. هي C2 C4 بقت البي، يعني من السي اتعمل لها كوبي للسي، يعني هي في نفس العمود، يعني هتبقى البي زي ما هي ما حصلهاش شيفت، بس بقت بي 4 تايمز الاي دولار ساين ال 1، مش هيحصل فيها اي حاجة. دولار ساين 1 هنا في نفس العمود، يعني هيساوي 4 في 10. آسف، البي 4 بكام؟ البي 4 ب6 في ال A1 ب10، يعني ب60. أنا لحد كده لو بصيت في الاختيارات هلاقي ده الحل بتاعي، أقدر أختاره على طول وأخش في السؤال اللي بعده. بس إحنا هنكمل. الدي 4 الدي 2 الدي 2 هنقول هو بقى إيه، حصل كوبي من سي لدي، يبقى هو اتشفت كولوم، يبقى كل اللي مش معمول له دولار ساين هيتشفت برضو كولوم. يعني هي كانت بي 2 بقت كام؟ بقت سي 2، اتشفتت كولوم واتنين لان هي اتنين اهي، تايمز الاي دولار ساين ال 1. الاي هيتشفت للاي للبي لان احنا قلنا اتشفتنا كولوم دولار ساين ال 1. الكلام ده هيبقى 40 في 11، يعني 440. وإن شاء الله نشوفكم في الحلقة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.